وفكم يسعدكم. اليوم الشباب المثلين الله يعطيهم العافية مقدمين لكم شيء بإذن الواحد لحد يعجبكم، شيء خرافي. عندهم اليوم إن شاء الله بإذن الواحد لحد خمس فقرات وخمس أشياء تعجبكم إن شاء الله وتغير روتينكم وتجدد حيويتكم ونشاطكم. وتحية للشباب. وأول مشهد، أول مشهد، مشهد الوالي، ويستعينون بالله الشباب. تفضل شباب. فجر اقعد. الحمد لله. لقد تعبت في السوق كثيرا. تصدق يا سيدي الوالي؟ نعم اصدقك، فانت رئيس الحرس. ان لدي حكايات كثيره من نوادر العرب يا سيدي الوالي. فلنقعد ولنتسامر. واريد نكتة مضحكة. نعم نعم، وجديدة جدا. هيا اخلطوا اخلطوا. بسم الله. سأبدأ بك انت يا وزيري. أتعرف مسمار جحا ايها الوالي؟ ما به ذلك المسمار؟ أتعرفه جيدا؟ إننا نسمع كل سالفة من السوالف أنه معلق ولم ينزله إلى الآن. لقد خرج من جدار جار جحا. يا سيد الوالي تسحلب. انتظر انتظر، فإنه في سكرته. شد. ما عليه. شد. يا سيدي ما هذا؟ تسحلب التركي. تسحلب. سوف نتسحلب هذا اليوم كثيرا. إنه سحلب لذيذ جدا. كأنني طعمته في اسطنبول قبل هذا اليوم. نعم. إنه من أرض الأنظول يا رجل. نعم. أريد نكتة أخرى لكي أكمله. هيا يا رئيس الحرس. اسمع يا سيدي الوالي. اسمع، أتعرف أشعب؟ أشعب. ماذا؟ ذلك يا بطن أكبر من ملعب. ماذا؟ إنه أشعب. أشعب هو ذاته. أشعب يقول أنه كذب كذبة. فقال للرجل الأول: اذهب، إن هناك هذا الرجل لديه وليمة. وليمة؟ نعم. أين؟ هو يقول يكذب أشعب. ثم ذهب الرجل الأول، فلحقه الرجل الثاني. نعم. ولحقه الرجل الثالث. ثم الرابع، ثم الخامس. هيا نلحق بهم. هيا يا سيدي. اجلس. حتى أن أشعب صدق كذبته. يا رجل، سوالفك كالمقداد لا تنتهي من هذا. ما رأيك بهذه التفاحة يا سيدي؟ هي لك من اسطنبول خالصة نقية. هذه من اسطنبول؟ نعم نعم. اسطنبول لقد انتهت فيها الزراعة يعني قبل يمكن 3 أسبوع. ما ذابك يا رجل؟ ايش بكم؟ ما ذابك يا رجل؟ يا ابوي انتهت الزراعة. انها لم تنتهي بعد. بالهنا والعافية. انها اسطنبولية. صدقتك. اعطيني نكتة من عندك. يا سيد الوالي امسك. انه الجروب فوت. هذا هو الجروب فوت؟ نعم، ما غيره. كيف يؤكل هذا يا سيد؟ ايوه، هل هو مثل لا 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 التفاح؟ لا، هو يصنف من الحمضيات. نعم. من الحمضيات. نعم نعم، يعني تبع الدربوية. والله لا تمد يدك، لا ركبها في خشمك الحين. انا اسف. يدك ما تمدها. انا اسف. مين الوالي في البشكة هذه؟ انت. ايه اركض سيدي الوالي. طيح الميانة. والله والله انت يا سيدي صاحب نكتة، وانت انكت نكتة. اسمع يا سيدي الوالي. تفضل. لدي اقتراح جميل. هات ما عندك. ما رأيك نعمل جروب لنا جميعا؟ يجي في الواتساب فوقه. نجي؟ والله ودوبك. بس ليس كجروب سكان المجرة. لدي شرط. ما هو؟ شرط لا أخالفه أبدا. ما هو يا سيدي؟ أنا مشرف الجروب. الله يرحم والديكم. الله يرحم والديكم. أنا المشرف. هو لك يا سيدي. تم تم. إذن أنشئ لنا
هذا إنه لا يعرف أن يمسك الجوال كيف به أن ينشئ القروب. أنت وزيري أنشئه أنت. نعم سأنشئه. ماذا قلتم؟ ماذا في ماذا؟ في القروب في الواتساب. الواتساب أيها الحكم أيها الحكم أيها الحكم أيها الحكم أيها الحكم لصوص في القصر لصوص في القصر لصوص في قصري. أين اللصوص؟ لصوص أفا يا ذا العلم لصوص في القصر أيها الحكم. خذ المعونة خذ المعونة لصوص الحق بهم. هيا الحقوهم. هيا أين هم؟ أصبوهم لصوص لصوص بكفي بهم وأنا قادم. شهري يلا شهري لا مالك خصمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية يا شباب. ومن فعاليات الممثلين ومجموعة الممثلين الله يعطيهم العافية وأنا منهم طبعا، عطوني تحية يا شباب لأن عندي لكم مفاجأة لسكان المجرة غير الممثلين. المفاجأة هذه هي طبعا بفكها بعد إذنك يا أبو عمر. أفكها ها حسب الطريقة اللي عندك أنت مسابقة. هل طيب الهدية عبارة جوال طبعا ما بذكر اسمه عشان بس ودي حتى خلي فوق الشيء يا اخي انا جوالي صار هذا الجوال طبعا طريقة سهلة جدا وإكرامية من ابو عمر والمثيل تحية الجوائز الممثلين. الطريقة سهلة جدا 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 بالفوز هذه المسابقة. من يبغى يشارك فيها يا شباب يرفع يده. اثنين بس نبغى. لا طيب كلنا. فجر تعال تفضل فجر تفضل معاذ بزكور تعال تفضل الله يعطيك العافيه يا اخي. هذا الاثنين ذولا طبعا معاذ يشتكي كثير معاذ من جواله ويقول ما في بعض البرامج تركب صح ولا لا؟ لا ابو غرسه بيستاهل الجهاز تفضل. اذا على الشكوى حتى عماد مشكله عماد صافي مش لحظه استغفر اختر ان شاء الله خليني ارتب الجمله بس الشباب. طيب لا حتى عماد صافي والله مشكلته في جواله يا روح اركب اجلس من ارض النشام اعطيك جوالي الله يسلمك. بعد اذنكم يا شباب صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وبارك على عبدك ونبيك. المسابقه سهله جدا. قرب يا فجر شكله مو جوال خش كذا شويه قرب يا معاذ. وش رايك في المسابقه وتشبع في المسابقه؟ اوكي انا بعد لكم الان من 1 إلى 10 كل واحد ياكل شيء. طبعا تفاح زي كذا ما اكل صح كذا غلط. ابغاك تعطيها لفه كامله. البرتقال تاكلها بالقشر ولا تصرف. الموز تاكل 10 ثواني اللي ياكل اكثر. اول شيء بعد من ابو عمر تفضل. سمو بالله وباليمين ياكل سمو. يلا نبدا طيب. ماذا ناكل؟ واحد ابدا واحد اثنين اسرع واحد ثلاثه يلا واحد اربعه اثنين خمسه سمو ثلاثة ستة أربعة سلام عليك سبعة ثمانية أسرع اللصوص 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 ها هم اللصوص أضربوهم أضربوهم اللصوص هم اللصوص امسي ايها اللص ايها الوالي ايها الوالي لص في قصري انتصرنا عليهم. اللصوص قم 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 هيا 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 سنريك قيل ان يعطيكم العافيه يا شباب على هذا المشهد. في جوال بس ما فاز مشكله احد بس مشهد فكاهي كان يعني احنا حرصنا على يعني انا كنت
تسخين المسرح في بداية. لا حلو بس. أنا كنت راح أشتكي لكم من جوالي وأقول لكم أنه يطفي وكذا، بس ما دام الأمر كذا مباح حلالكم يا شيخ. والله عموماً عموماً يعني يعطيكم العافية، يعطيكم العافية حبيبي. معاذ لا لحظة، هل رسمت خطة للمستقبل بعد امتلاك جوالك ولا ما مداك؟ انت باكل موزة بقشرة انت يا رب. ايوه لا 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 معاذ ايش توقعت صراحة؟ توقعت تفوز ولا شيء ولا ايش؟ فجر انا كنت راح اشتكي لهم من جوالي يا شيخ، طلع حلو جوالي استفيد بعدين منه. احمد ربكم ترى ترى بس 10 ثواني المفروض، 10 ثواني المفروض احنا ناخذ 20 ثانية او مثلا نص دقيقة. لا عشان تاخذ راحتك بالاكل والشرب بس، ليس الا يعني. لا لا جد انا صرت لما ادخل سناب يطفى لي الجوال، وش الحل؟ اشارك معاكم؟ لا ما آه. تدخل سناب. لا لا ايش السبب؟ كنان انا شنو؟ يعني ما عشت ادخل سناب. انا هاتفي مايكروسوفت ما في سناب شات اصلا. سوي الابديت بتاع سناب شات ما في سويت والله. تعال هنا وليد عندنا، تعال هنا. تعال هنا بارك الله فيك، تعال. هدية هنا؟ وين اروح؟ تعال عندنا هنا، هنا عندي عندي اجلس. فجر وين فجر؟ تعال خذ هديتك ابوي حق الرياضي. تعال خذ الهدية حق الرياضي. مبروك. هذه جائزة ايش؟ وعدنا ب 100 ليرة. ما شاء الله تبارك الله. فاز بيش؟ فاز بيش؟ فاز باللعبة حق لعبة ما شاء الله. تمام؟ وفي 100 ليرة ثانية. منو؟ مبروك يا فجر، طبعا الفاز بلعبة المختبر كم مرة؟ 5. 5 مرات. ما شاء الله تبارك. نعم. بينما فارس فاز كم؟ 4 مرات فارس. 50. غرفتي فيها اغراض، الله ابغاك تجيبها يا فارس. والله من عيوني. لا لا لا، مبروك الفجر، بس هذا اللي حبينا نقوله. عشان احنا قلنا له بعد، اوه قلنا لك متى احنا نعطيك اياها؟ بعد المغرب. ما ينفع، جيبها جيبها. بعد المغرب. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. استر ابو الايام. ما في حاجة؟ منو؟ ال20 كورة اللي فوق. لا لا لا، احمد ربك خليناك تلعب بالكورة يا رجل. أنت فايز اليوم بعد مقداد؟ إيش؟ طائرة ولا قدم؟ حقة الفوز. دقدقة بالراس؟ ما شاء الله تبارك. حلبة مصارعة؟ الله يقدر. نعم. المسابقة بـ1000 ليرة. إيش؟ بـ1000 ليرة. 1000 ليرة؟ ما شاء الله عليك. طماع والله أنت. الله يسامحك. عشان تبيع بالسوق يعني. وبدنا نجيب بضاعة. انكسرت آخر مرة. طبعا احنا الان يعني فقراتنا اليوم منوعه، وسنبدا الان بالمشهد الثاني. طبعا بس ودنا الشباب يشغلوا لنا السماعه، نبغى نسمع الصوت ايضا شباب، ندخل جو معكم. طيب حلوين حلوين، عشان ندخل مع الجو اللي موجود ان شاء الله تعالى. الفقره الثانيه لهذه الليله ستكون عباره عن رياضه شهيرة جدا ومعروفة للجميع، يمكن عرفها الكثير ايام الصغر. وعماد بحبها. اي وتحبها ما شاء الله عليك. الله. انت يعني ملاكم ولا ايش؟ لا مش ملاكم. مصارع؟ مصارع رومانية. رومانية؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا جاهل عدو نفسه. نعرف في الصور متحركة، انا صغير ارموكم على الاسد ومن بعد الاسد يوكلك وتنتهي لك. اعطونا اشارة نبدا شباب، جاهزين؟ لا لسه ترتيبات. لا لا تمشي حلف يعني. أبو عمر. هلا حبيبي. وش الله يرفع مقام، وش حكيت الجوال شيخ؟ والله الجوال زي ما ذكرت لك. يعني إن شاء الله قبل ما نطلع في واحد يأخذه ولا ما في؟ عبد موجود هو. بس مو توكلونا كيلو طماطم وخمسة كيلو خيار. بدون. هذا ما صار جوال. عبد لك اللي في هناك لك يا شيخ ناصر. تستاهل أكثر والله. تاج والله حرشتني. أبد يا أبو عمر. الجوال اللي هناك عطوه الشيخ ناصر. هو ما هو جوال صح؟ لعبة ذا كرتون في علبة جوال، ايش دعوة؟ ترى اسمعوا كلام قايدكم، أحسن قايد في العالم أنت. نعم. تدري أنت أفضل سامي الجر لا أعرفه، تدري ليش؟ لأن أنت الوحيد اللي أعرف اسمك سامي الجر. والله واحد مرة اتصل علي قال السلام، قلت عليكم السلام ورحمة الله. قلت قال عرفتني؟ قلت لا والله ما أعرف. قلت من معي؟ قال معك سامي الجر الله. جد؟ إي والله. أحسبه يمزح. فقلت شلون؟ ما تجي.
قال والله اللي معك سامي الجرالة. قلت يا أخوي أنا سامي الجرالة. متصل إيه؟ هو متصل. قال أنا والله سامي الجرالة. قلت يعني نفس اسمي؟ قلت سبحان الله. قلت يعني فأنا ورايح بالطريقة سوف مع نفسي أقول سبحان الله. بالعادة الواحد يقول رايح لسمية. الحين رايح لسمية سمية. يعني الاسم الأول والعائلة. يحس الواحد كذا بالفرح إذا لقى واحد يشبه له لو بالاسم أحيانا. في الاسم. ظهر شبابك جاهزين أبو عمر الله يحفظهم. الآن ندعكم مع الفقرة الثانية وفقرة المصارعة الحرة تبع المشهد ذا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه المصارعة الحرة. سنبدأ وتبدأ هذه المصارعة بهذه المباراة الكبيرة الخطيرة بين مصارعين خطيرين كبيرين جدا. تأملوا معي جيدا وانتظروا قدوم المصارع الأول الذي ينتظر النشيد الخاص به. يا ترى من هو ومن أين أتى تحديدا ومن أي مدينة؟ سننتظر وإياكم هذه المصارعة الكبيرة ونرى هذه المباراة من هو الفائز والمستحق للفوز. ها هي صفقات الجماهير الآن تلوح وتشجع القدوم الأول لهذا المصارع. والجمهور على خشبة أو على هذه الحلبة ينتظرون المصارعين. الحكم يصل الآن إلى وسط الحلبة بانتظار المصارعين. ها هو المصارع الأول. إنه المصارع سيف. المتحدي الكبير سيف قادم من جزيرة الوقواق. إنه يعشق رياضة تطيير الحمام فوق السطوح. نعم إنه سيف هكذا يتمرن أمام الجمهور. وتحية مشتركة مع مدربه أبو غرسة يدخل إلى الحلبة. وهذا هو الحكم والمدرب يعطيه دفعة معنوية وحسية. المصارع الآخر نستمع الآن إلى أهزوجته وأنشودته الخاصة. يا ترى من أين سيدخل؟ لقد وصل المصارع الآخر مع مدربه. وصل المدرب مع مصارعه. الله ماذا يفعل؟ جميل. المصارع الآخر وصل. عنده ياقوت من جزيرة الهونولولو. وصل لهذه المصارعة في هذه الحلبة الكبيرة. والمدرب يحمل هذا المصارع المترنح. ما الذي يجري؟ قبل المباراة يسقط والمدرب يكاد يحمل هذا. نعم إنه يحمله تشجيعا له ويأخذه إلى الحلبة. الجمهور تحية مشتركة لهذا المصارع جميل جدا ويدخله إلى الحلبة عنوة. وصل المصارعان الآن إلى الحلبة كما نشاهد أعزائي الكرام. المدربان يتفقدان المصارعين. إنها لحظات جميلة وجمهور حماسي ومتأمل لهذه المصارعة. ألاحظوا مع المدرب يوجه ياقوت من جزيرة الهونولولو. الحكم ينتظر جرس البداية حتى يقرع ثم تبدأ الجولة الأولى. المدرب يتحرش بالمدرب الآخر. والله بدأت الجولة الأولى. ماذا يفعل؟ إنه يهرب. ضربة خطفية على ظهره. يبحث عن الخصم والمدرب يساعده. إنه ينتفض. هذا هو سيف ينتفض الآن ويدفعه مدربه. ياقوت خائف. ماذا يفعل؟ يمسكه من تلابيبه من ظهره. الله ويرفعه ويزحف. سقط على الأرض. كل عظم ما في. هاي لا تعظه. الموضوع سهل انك تدبغ سهل. والله الجمهور متحمس كما هي العادة. حاول تراوغ. روح يمين وعطي بوكس يسار. اتعس. الحكم يحاول ان يقف في منتصف الحلبة. فعلا يدخل المدرب بدل اللعب. ما الذي يجري؟ نعم يخرج المدرب. يخرج وهذا ابو غرسة
أبو غرسة ينظف ويلمع المصارع السيف، وكذلك المدرب الآخر ينظف ويلمع المصارع ياقوت. نعم، مصارعة جمالية أو جميلة وحماسية. يدخل سيف في الجولة الثانية، هو ياقوت. قول له لا يدخل، قول له لا يدخل. أنا قلت لك عدم لا كذا اضربه 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 لا تخلي اضربه دقه دقه دقه. لو سمحت الحكم يحاول ان يهدئه. اوه يحمل الحكم، يحمل بالخطا، يحمل الحكم بالخطا. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ اوه سيف يحصل على ياقوت من خلفه بضربه مفاجئه ويحاول. اوه سيف ايضا يسقط على الارض والمدرب يتحسر كما هو او كما تشاهدون. ماذا يفعل؟ يبحث عن المصارع. يا خوان الذي يجري، انت ماسك على رجلي. الذي يجري هذا هو. تعال يا جبار، وينك؟ ارجع تعال، ركز. جميل جدا، يطرحه ارضا، يطرحه ارضا. الله الله، الحكم ماذا يفعل؟ ماذا يقول الحكم؟ لقد بطحه على الارض ويسحب سيف من تحت الحبال. لا لا، ياقوت من جزيرة الهونولولو فاز ياقوت في هذه المصارعة. مبروك لياقوت، وتحية متبادلة مع مدربه. شكرا لكم على هذه المصارعة الجميلة. ايش هذا الجمال هذا؟ الله يسلمك. حلوين يا شباب، حلوين، يعطيكم العافية. يا فجر، هل توقعت فوز ياقوت؟ ايوه. لا سيف اكبر. واضح الغلبه لمن يعني؟ ها، بس سيف خواف ترى، سيف حرب يعني. الله يسعدكم قد ما اسعدتونا. الله يحفظك، الله يحفظك. ايوه، بص يمين بص شمال، هذا الممثل عامل زلزال. بص يمين بص شمال، هذا الممثل عامل زلزال. بص يمين بص شمال. طبعا اليوم حاولنا احنا قدر المستطاع ان يكون منوع، في تنوع، في شيء تراجيدي، في شيء كوميدي، وفي شيء يعني منوع، هكذا وهكذا قدر المستطاع نحاول ندخل البسمة على وجوه الجميع. طبعا من الاشياء اللي يمكن ما تخفى عليكم، احنا في الـ يعني او طريقه البرنامج احيانا فيه ضغط في الوقت نوعا ما يعني على الجميع، لكن كون الواحد يهيئ مثل هالفقرات في الوقت الضيق يعني الحقيقه يعد مكسب ان شاء الله. وعموما نشكر لكم الله هالحضور والتفاعل. الله يحفظك. لا بالعكس، خصوصا المصارعه هذه خارج الصندوق. لا انا كنت اتوقع انه مع الاجواء هذه الحكم هو اللي يفوز. لانه سيف يضرب من كذا، يضرب يضرب في مدربه ويقوت مدربه شايله على ظهره. فالحكم هو اللي فاز، هنيئا له. السهل فكها الله، ما جاء شيء ضربه من هنا ولا من هنا. ابراهيم الله يحفظكم، الله يحفظكم ان شاء الله. الان طبعا احنا المشهد اللي بنقدمه الان هو عباره الحقيقه عن هديه غالية جدا جدا من شباب المجرة إلى من يشاهدها وإلى من يهمه الأمر، وبنتأمله بعد قليل إن شاء الله تعالى إذا أعطونا الإذن. بالبداية الشباب كانوا جاهزين تماما. المشهد معبر إن شاء الله تعالى ويحكي عن واقع نعيشه الآن. الله يوفقهم وينصرهم. آمين يا رب، آمين. الموبايل خلاص صار من نصيب ناصر.
لا بحلاوة خمر هذا. وش اسمه شيخ الجيب؟ ما أدري والله، هو جوال، هو كنترول جوال بس إيش نوعه الله أعلم. إيش نوعه؟ هل في شيء ولا فاضي؟ إذا جاني يا عماد حقيقة أعتبره لك، بس تعطيه للوالدة بعد ما تخلص من البرنامج. أبشر. أبو عمر الآن يقول أنه الجوال لك، أنا سأسلمه لك تستخدمه هنا، ثم إذا رجعت تعطيه للوالدة الغانية حنان. الله. أقصد. شاكر لك يا مقداد والله هالتفاعل، جزاك الله خير. ان شاء الله نردها. ايوه ممثل تسلم لي يبا، ايوه ممثل تسلم لي يبا، ايوه ممثل تسلم لي يبا، ايوه ممثل تسلم لي يبا. واحده واحده واحده. شكرا شكرا لعماد، شكرا للشباب. اما الان فنترككم مع مشهد مبادره امنيه. الله ينصرهم ويحفظهم. هذا الحد الجنوبي يا ابو عمر. ها والله شوف هو ان شاء الله واضح من ال اوتوجو. اعطونا الصوت. اللهم صل وسلم. ليالي فنحن سود نلذ الجبال، فلا لا نبالي بظلم الليالي، فنحن سود ندك الجبال. ما جرى أتينا، ما جرى مضينا، ما جرى أتينا، ما جرى أتينا، ما جرى مضينا. فنحن سود ندك الجبال. يا فادي جوك اليوم مرادي المجرة، يا فادي جوك اليوم مرادي المجرة. يرحمك الله. نبدأ المشهد. ميم دال ميم دال ميم دال ميم دال. أخلوا المنطقة فورا، المنطقة مستهدفة، عناصر العدو متجهة نحوكم. شباب ايش جاك؟ شباب اخلوا المنطقه بسرعه. احنا خلينا ما راح نروح بالواحد، ما راح نروح بدونك. توب الشيطان قم، نقدر نشيلك ان شاء الله. شباب اخلوا المنطقه بسرعه. يلا لا بسرعه اخلوا المنطقه. ما راح نروح. وسلموا الرساله اللي معكم شباب، بنوصلها ان شاء الله. بسرعه الحقوا الكتيبه، الحقوا افراد الكتيبه لا يطيحون في الكمين. ارجوك هيا بسرعه شباب، ارجوك روحوا ارجوك. يا شباب بنقدر نشيلك يا قايدنا، بنقدر نشيلك شباب. دمي يرخص للوطن وللدين. يلا بسرعة شباب، أنا أحمي ظهوركم. يلا روحوا روح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
سارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك للعلم والوطن. اي نعم عوافي عوافي شباب عوافي تعليقكم يا شباب على هاللفته وعلى هالوقفه نبدا فيك شيخ ناصر. الله يسعدك والله المشهد جاب لنا القشعريره يعني خصوصا الرساله كانت واضحه وعميقه المدرس في مدرسته الطبيب في عيادته الكل يعمل والجنود حراس هذه الثغور وهي رسالة لأبطالنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل حدود المملكة الغالية على ثغر عظيم وجبت نصرتهم والدعاء لهم ورعاية أهلهم وخدمتهم لأنه هذا ممن يخلف الغازي والمرابطين. رسالة عميقة لجنود هذه البلاد التي هي قلعة الإسلام وقلعة التوحيد والتي كلنا جند لها. هذه النماذج اللي كانت هنا يا أبو عمر ترى وراكم مليار ونص مليار مسلم كلهم يقفون خلفكم جنودا للوطن المملكة العربية السعودية. الحمد لله. طبعا عوافي شباب يعطيكم العافية. طبعا بالعادة المشهد شيء رائع فيه ترميز او رمزية. نعم. لكن هالمشهد بالذات لابد يكون في تعليق لأهميته. نعم. تفضل معاذ. تعليقي بقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كل شهيد يعني ذاد عن بلاده وذاد عن دينه بإذن الله تعالى نحسبه والله حسيبهم من الشهداء الذين يعني يتنعمون في نعيم الجنة. الأمر الآخر المسألة التي يعني تكون في حدود المملكة العربية السعودية أو تكون في ديار المسلمين في شتى بقاع الأرض، الحرب ليست حرب يعني وطن بقدر ما هي حرب دين وحرب عقيدة. يعني الذي يحصل الآن هو عضد الأمة ومثل المؤمنين في توادهم، يعني مثل المؤمن إذا اشتكى منه جزء اللي هو حديث الشيخ ناصر ذكرني فيه، إذا اشتكى منه جزء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالدين عظيم وشامل وكامل في جميع يعني بقاع الأرض، فوق كل أرض وتحت كل سماء. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز دينه ويعلي كلمته وأن يذل الشرك والمشركين والروافض وكل يعني من عادى الإسلام في كل مكان يا رب العالمين يا رب. هذا بروش خاص
عليه علم السعودية إهداء لكم يعني معلش فيك كذا كرتون بس عاد تحاول انت هلا حبيبي تفضل اسمح لي على كلام انا مستحم الله يجزاه خير لبوزع لبان لبوزع اسلم يا مقداد حلاوه ال 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 كنت طالع يا شيخ ناصر وبعض الاحباب بيسالوا كان دائما بيقول لي يا اخي انت لو رحت السعوديه ولا قدر الله مثلا حصل مشكله او حصلت حرب في السعوديه هل حتقدر تطلع مع 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 السعوديين؟ والله كان السؤال لنا احنا من اصحابي بقول له ابي نتكلم عن دافع السعوديه وما السعوديه. فوالله يا شباب اول ما حصلت الفتنه والحرب اللي صايره الان في بين الروافض والسنه والمملكه العربيه السعوديه والله 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 انا كنت واحد من الناس اللي كتبته وكلمته حتى في الفيس وكلمت الشباب قلت والله العظيم لو تطلب الامر او لو فتح لنا المجال انه احنا مدنيين لكن عندنا دورات وتدربنا على حمل السلاح وعلى حتى لو ما تدربنا على حمل السلاح والله لو بعصايا وسكين لو تطلب الامر انه الناس تمشي وتحارب عشان اثنين لا اله الا الله محمد رسول الله وعشان مكه والمدينه والله العظيم لا اترك عملي واهلي وبناتي واكون اول الناس اللي ماشيين. فالموضوع ما موضوع فقط انت من السعوديه او انت من غير السعوديه كما ذكر الشيخ ناصر. الموضوع موضوع دين، موضوع لا اله الا الله محمد رسول الله، موضوع نكون او لا نكون. فباذن الله عز وجل باذن الله عز وجل اذا احتاجت المملكه واحتاجت مقدساتنا لان نكون نحن امام والله 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 تكون الروح والدم فداء لها باذن الله عز وجل. لذلك يقول الشاعر السعوديه يا وطنا غاليا على الروح يغلي السعوديه القلب واللي سكنها. السعوديه يا وطنا غاليا على الروح يغلي السعودية القلب واللي سكنها. يعطيكم العافية. خلصت ولا توكم تعليقات؟ والله احنا اثرت شجوننا بالمشهد. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. ما وقف الكلام يوم ان اثرنا شجونكم. لحن يسليني اشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه مآثرها. جزاكم الله خير. يعطيكم العافية معاذ. شكرا شكرا للمشاركة. أما مشهدنا الآن فهو بعنوان بيت الأشباح. تخوفنا كذا. بسم الله العلي العظم. السلام عليكم. ازيك يا حمادة؟ عملت اللي قلتك عليه؟ كلش تمام؟ كلش الحمد لله الحمد لله. يلا حمرك الليلة. يلا يلا مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. هلا هلا بإخواننا الخليجيين. هلا حياك الله. تفضل مرحبا مشرف منور. ما شاء الله مرحبا حياك الله. يا مرحبا ما شاء الله تبارك الله منور اسطنبول. منور اسطنبول ما شاء الله تبارك الله. نور نور حبيبي 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 حبيبي. سائح اكيد يعني خليجي وجاي. يا سلام يا سلام يا سلام. على قولتك يا سلام عليك يا سلام. والله حبيبنا منور 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 اليوم المكتب بوجودك المكتب. والله كذا تخجلني. الله يوفقك ويسعدك. ابغى لي غرفه او شيء من هالقبيل. قبل الغرفه ايش تشرب؟ عصير شاي كذا؟ انا ما اقدر والله. انتم ما أقدر. احبابنا نحبكم اخواننا. لا تسلم. لازم نضيفك. لا لا مره لازم. لا مره تكفى. طيب امرني. ابغى لي غرفه كذا يعني تعرف تمشيه ودي اغير. ابغى شيء يعني زي الاوتيل او حاجه. كم تقعد؟ 15 يوم كذا بإذن الله. ما شاء الله 15 يوم. كم عددكم؟ الله الحالي عزابي. لحالك؟ الله يا سلام يا سلام يا سلام. عندي غرف، عندي فنادق، عندي أجنحة، عندي منتجعات، عندي كل شيء. إيش تبغى أنت بس؟ الله يجزاك خير. عاد تدري إني جاي توسط لي واحد عندك عاد. يا سلام. معروف مكتبنا الحمد لله في اسطنبول. كل مين؟ مقداد. مقداد مقداد. لا 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 قال روح لهذا الرجال ومو مقصر معه. ابشر المقداد. معلش في مشهد. المقداد عزيز وغالي جدا جدا جدا.
تسلم الله وابشر باحلى الخصومات الله يجزاك احلى الخصومات باذن الله كم تقول 15 يوم 15 يوم ايش قلت لي اول تبغى منتجع ولا منتجع او شيء من هالقبيل يعني شيء اجلس فيه ارتاح نفسيا لاني صراحه تعرف هناك الشمس والدنيا والله انت جاي من طرف مقداد ومقداد عزيز وغالي وتبغى شيء جديد يا سلام ابد انا عندي شيء جديد ماله اسبوعين ماله اسبوعين ما شاء الله وسميته المجره اثنين مجره اثنين على كيف كيفك ان شاء الله باذن الواحد لحد اذا وافقت احسب لك التسعيره واعطيك اياه وان شاء الله تبسط والله مدامه جديد وانا توني جاي جديد فانا ولا فيه يا السلام يعني يا السلام يا لا ومن عزيز وغالي ابشر 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 15 يوم جالس ب 200 ليره حسبت لك اليوم الواحد 200 في يا ربنا رخيص ليش كذا ليش عشان ما انكب في الحساب اللي معي 2500 ليره استاذ ما تشرفنا باسمك معليش محمد الفرنتي مرحبا مليار محمد الفرنتي من وين يا محمد من الخليج ما شاء الله تبارك الله منور استاذ محمد حسابك 2500 ليره ما انك من طرف المقداد نقصنا لك شيء كثير ان شاء الله 2499 ليره مقداد تعرف عزيز وغالي نحبه مقداد الله يجزاك خير والله نقصت والله الليره هذه من جيبي حتى عاد تدري ان المقداد اللي معرفه عليك يعني مغربي معاك لا قال يعني انا جبت بتوصيتين يعني لا لا ابشر معاد كنسل ابو الخصم لا تكفى خلاص خلي على المقداد انا طالبك معاد العيد ولا بن زكور بن زكور لا 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 ابشر اجل كذا 2450 كذا ابشر معاد بن زكور عزيز وغالي وان شاء الله باذن الواحد لحد اذا حبيت انا اوجه الشباب باذن الله يعجبوك ان شاء الله يوروك وجه الان والله لاني صح خلاص مره تعبان طيب. مرهق من السفر معلش تفضل وقع هذا العقد يا طويل السلام وجاهز وانا ادور خليجي من زمان حبيبي ما ينفع تخلي التقطيع شوي اذا تبغى تشوف يعني المنتجع امشي او شوف هو قاعد فيه ما ادري يوم الثاني تفضل بس معلش خلي يا حماده الحمد لله وها الحين خلصنا امورنا طيبه حبيبي هلا والله هلا مفاتيح هذا مفتاح الغرفه يا سلام مفتاح الكنترول مفتاح الديوانيه ما شاء الله وخذ راحتك يعني كل شيء لي ان شاء الله تنبسط باذن الله الله يجزاك خير الله يعطيك العافيه استاذ محمد شكرا انا وعدنا بعطيك ارجع لي الله يعطيك العافيه والله فيها كنترول فيها شغل يعني الامور طيبه ما شاء الله تبارك الله في الليل اهم شيء ها حق القهوه ما القهوه والله مفتاح الديواني والله مقداد واسطه ما شاء الله واقول واسطه عبد صالح العمري له سنتين وسته اشهر وانا ابو عمر ما صرت تسوي لنا قشط ولا حاجه ضروري لا تعطس لا لا تتساوب يا كابتن بارك الله هذا هو المكان اللي يسعد الخاطر طفشت من الشمس ومن البهاديل اللي ما شفت حتى العشب العشب ما فيك ارض صحراويه وحر وهذا يا اخي اقدر اقلب المكان كله غرفه نوم مرتاحين مرتاحين والامور طيبه يا الله لك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت من بسم الله الرحمن الرحيم انا العمدة العمدة وش تبي؟ وش تبي انت العمدة؟ انا العمدة بسم الله الرحمن الرحيم طيب وش تبي تكفى وش تبي؟ انا اللي بنتفك واخصم منك ليش تخصم مني؟ ليش تدخلني؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سكن مساكنهم بسحب جوالك تكفى الا الجوال انا الجوال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله هذا كابوس ذا كابوس هذا كابوس اعوذ بالله منه الله بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. انت من بعد؟ اعوذ بالله. خليك توسوس بنفسك، تقول صح ولا غلط؟ غلط ولا صح؟ صح ولا غلط؟ غلط ولا صح؟ تكفى تكفى بخيلي، ان بغيت يعني تقصد تخصم، اقسم على واحد يقول له كنت احلم في منامي يا عمران، وانا وش دخلني انا والله العظيم. أوه. حتى في منامي يا عمران، الحمد لله انها منام ان شاء الله وراح. يا رب يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. تكفى يا اخي، اسمح انا بقول لك يا اخي. والله ما لي دخل يا اخي، ايش تبي انت؟ انا المسابقه الجماعيه. يا الله دخيلك، يا ربي دخيلك. انا وش جابني الحين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي بخليه تسوي كذا زي معاذ. خلقه كذا. اسمع اسمع، ان بغيت تخصم اقسم على واحد اسمه السيف، اذا نام من طوله رجله تطلع من برا الغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي خلاص، ما عاد اكتب طريق، ما عاد اكتب. يا عمران اطلع من نومي. وانت ايش تبي بعد انت؟ خلاص يا اخي ايش تبي؟ انا اللي طلع روحك قبل ما اطلعك من المجره. انا اللي وصلك لاهلك بدري، اهلك مشتاقين لك. والله حلو احسن من شافتكم. انا باب المجره. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المجره، باب المجره. يا ستر 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 يا ستر. انا بقول خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الو السلام عليك بعوزر، بالله احجز لي مع اول بوابه، الله لا يعوق اطلع من المجره وافتك من هالمكان اللي كله جن في جن. اصحى من نومك، اصحى من نومك يا عمران، يا عمران اصلح من نامك يا عمران. الو وينك انت؟ راعي البيت، وينك راعي البيت، وينك راعي البيت؟ المدرسه حياته فيها معفسه وشغله فيها برضو. شباب وتحيه معي لقناه المجد العامه. تعالوا بسرعه، تعالوا يلا فرنتي. عندنا انشوده كذا بمناسبه هالمشهد خفيفه ومشاركه الجميع، يعطيهم العافيه. يلا يا شباب، من اللي باقي هناك؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، حنا سبعة. أيوه هذا خلاص. يعطيكم العافية يا شباب. طبعا هي ليست بهذا الربع الربع الرعب، لكن حبينا نوصل الصورة اللي موجودة ولو جزء منها، يعني اللي موجود في البرنامج. ثلاثة أربعة، طبعا بنصير منشدين احنا الممثلين. باقي أحد جوا ولا خلاص؟ سلطان بس، يعطيك العافية. مروان يلا، تميم تميم تعال يلا. شجري ستاندات، ما يحتاج، حنا تيوبلس بدون ستاندات. يلا واحد سوى، ها كلنا هدوء. واحد اثنين ثلاثة. هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي، هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي، هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي، هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي. أول ما نبدا حفلنا السعد منا والهنا، اسمع مقالي ها هنا مجرة تجمع شملنا. هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي، هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي، العم شالخ مالخ تير لالي، هدوء بدا العمدة يا حامي البلد، حنا الشغل ولا فلا، اخصم ولا همك احد، ينفع عنك ربي البلا. هدوء بدا شالخ مالخ تير لالي،
هدبودا شلخ ملخ تلللي هدبودا شلخ ملخ تلللي هدبودا شلخ ملخ تلللي يا قوت يا معدن أصيل فنان وجوك عليل جيزان تشهد لك بعد ما ظن لك أبد مثيل هدبودا شلخ ملخ تلللي هدبودا شلخ ملخ تلللي هدبودا شلخ ملخ تلللي هدبودا شلخ ملخ تلللي مروان يسمع لك عجب تمثيل عالي في السماء وقاد نار كلها برشاش خير قد رمى هدبدا شلخ ملخ تلللي هدبدا شلخ ملخ تلللي هدبدا شلخ ملخ تلللي هدبدا شلخ ملخ تلللي فرنتي مع شهري بعد والسيف او سهلي سند سلطان يا قلب الاسد تاميم يا حبي بعد هدبدا شلخ ملخ تلللي هدبدا شلخ ملخ تلللي خذ بدا شلخ ملخ تلللي خذ بدا شلخ ملخ تلللي عوافي شباب عوافي شكرا شكرا لكم بقي لنا الآن الفقرة الأخيرة في هذا الحفل المسائي وهي عبارة عن مشهد إن شاء الله تعالى أيضا يروق على إعجابكم هو مشهد يعني من بقعد أوصفه اللي ترون يمكن لكن تعليقكم على هالأجواء اللي قبله شوي في المشهد الرعب اللي ساير هل هو فعلا في رعب ولا جزء منه يعني ولا كله في المؤثرات اللي تصير أكبر رعب والله والله واللي جنبك ذا أكثر واحد قاعد رد عليه يا وليد أنا من خجل منه حلوين حمل وديع صدقني يا وليد لو تزيد ترعبهم في الجماعية والفردية يطلعوا لك مشهد أشد من كذا فخليهم على كذا طبعا انا ما اتصور انا يمكن وان كنت بعيد احيانا يمكن ما عشت مثل ما عشتهم الشباب او احنا المقدمين لكني انا ما اتخيل ان فيه حد او كبير جدا من الرعب لكن احيانا الواحد عنده ظروف متجمعه عليه تلقاه يقول وين القاها منها انا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا لو كان سهما واحدا لاتقيته لكنه ثاني وثالث هو جو المسابقة والمنافسة يتحمل الجو هذا مع يعني الإضافات اللي يقوم بها وليد ومع شوية المؤثرات متاع يعني البهارات هي المشكلة فانه الكل يعني تتكون الشكل صحيح. الشكل هذا تدري عاد ايش يبغى لهم يا شباب من الآخر تمام يبغى لهم واحد يجي يقدم تمام زي هاني شفت هاني باب المجرة كيف باب المجرة لما يكون فيه ثلاثة مثلا معاذ بزياد ومجدي هاني ايش يعمل يقول ويغادرنا مجدي عبد الغني اذا كانت درجاته اقل مجدي يروح فيها يعني يمكن اغمى عليه ثم يصحى يقول ايش بعدين يقوم انا ما اعمل فيكم كذا يا اخوان والله انا حبيب لكن ان شاء الله يجي هاني يا رب يجي هاني يوريكم شغله لكن مثلا اعطيك مثال لو تفكرنا باللي راح يعني كانت مسابقة سيارات ترفيهية شكلها شكل ترفيهي صح يعني وفرق بسيط درجة السجن يمكن بس طريقة ان المسابقة انتهت على ناس مسجونين عادي العكس يعني هي مسابقة جماعية بشكل السجن واحد ما فيهاش توتر لكن المسابقة الفردية متاع وليد فردية نعم كي نتجمعوا الناس الكل والصناديق والسؤال والعشرين ثانية وكي الساعة تدور قدامك تشعر بيها العشرين ثانية بعدها تجي الصفر مباشرة ما بينتهاش أرقام ومع الصوت متاع محمد متاع صالح العمري والإعلان على النتيجة فأنه يشككك في أصل لو يسلك على اسمك يقول لك زياد المزغني اسمك صح ولا خطأ يعني. تشك أنت بلكي أنا مانيش مسجل في البلدية زياد المزغني يعني هل تؤيدون تغيير طريقة المسابقة لا لا تغيير اللي قدم اقترح الغاء تغيير وليد ايوه تغيير اللي قدم المسابقة انا اقترح الفردية القادمة الشيخ ناصر يقدمها مثلا انا موافق عليهم انا انا موافق القادة عملوا لهم باب المجرة ومديروا لهم مسابقات واحد فيهم يغرق يعني احنا اللي طلعونا هذه قوية هذا وقفته غريبة ابشروا انا عندكم الله تفضل شيخ ادم بس برا جوي انا قلت لك وقفته غريبه انا كنت في زاويه هناك والله فعلا الله يكون في عون الشباب فعلا انا احس لحظات باب المجره يا وليد فعلا مرهقه والله منو يعني مرهقه على الواقفين يا اخي اي واحد بيكون واقف مكان الشباب طبيعي انه
انه بيتعب 24 الضغط. فلذلك يا وليد من ولي من امر امتي شيئا ورفق بهم فاللهم ارفق به، ارفق باخوانك. اللهم امين. اللهم فعلا ترى ما خوفتنا في الاسبوع اللي راح والله، يعني كان سهل. الحمد لله، ان شاء الله الجاي كذا، وان شاء الله هاني مقبل يجيكم في باب المجره قريب وتقولوا يا حليل وليد. وين وليد؟ والله يا حليلك قسم بالله، بس برضه في توتر شويه. متى جيت يا هاني؟ انا شفت هاني هاني قد يغب في اي وقت. لا اعلم. اشتقنا لابو حذيفه. الله اكبر. لانك زبون انت. هلا حبيبي. الاسبوع الجاي. طيب الان سنبقى واياكم مع المشهد الاخير في حفل هذا المساء، ويعني مشهد بعنوان حالة حرجة. وين ياقوت وسيف؟ يريد أصواتهم، يريد أصواتهم. أصوات ياقوت وسيف. كيف أصوات ياقوت وسيف؟ طفل النوم. هلا حبيبي. أحلى تميم في العالم. الله فيك، جزاك الله خير. أهلا بحبيبي. عالم السعودية مركبته وعمر. عالم السعودية في قلبي قبل أن يكون على صدري. لما مو بالحين بس تكسر. طيب خلاص، هذا عالم السعودية. طيب شوف ركبته في الشارع. ابدأوا يا شباب. لازم نسوي له عملية، الحالة خطرة. خمس دقائق وجاهز. عجل عجل، حالته خطرة جدا. هلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف طيب؟ يا مرحبا، الحمد لله بخير. وانت عارف وما ترد على جوالك. هو في احد ينسى هذا اليوم؟ انا عارف، عارف انه اليوم ملكة جنى. عسى خير يا ابو غسان، ايش فيه؟ بين يدي حاله خطره وتحتاج عمليه، واقل شيء خمس ساعات اساس انتهي منها. يا ابو غسان هذه ثالث مره ناجل فيها الملكه، وكل مره تقول عندي عمليه. ايش تبغاني اسوي؟ أنا أقسمت إني أكون في هذا المكان في أي وقت. إيش أسوي يعني؟ وهذه أرواح ناس ما هي لعبة. وأنت عارف ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الخط جاهز. أنا بسيبك الحين وتكفى. بلغ جنى سلامي. وقل لها ان ابوك يحبك وما استطاع انه يجي في احلى يوم لك، وباذن الله باذن الله ربي يعوضني خير باذن الله. مع السلامه. تصبر تصبر يا ابو خالد،
بإذن الله الأمور بسيطة إن شاء الله ربي يوفقنا وتنجح هذه العملية. كيف بسيطة؟ كيف بسيطة وأنت عارف إنه حالتي خطيرة جدا؟ اسمع، أنت مؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا قضاء وقدر. أنا عارف إنه قضاء وقدر، لكن أنا عندي أطفال، عندي أطفال ما لهم أحد في الدنيا هذه غيري بعد الله عز وجل. بإذن الله، بإذن الله تنجح العملية وتشوفهم بإذن الواحد الأحد، بس أنت خليك مؤمن وبإذن الله ربي يوفقك ويوفقنا وتنجح هذه العملية. يا رب يا رب تحفظه يعني يا رب. جهزت كل شيء؟ إيه كل شيء تمام. كل شيء جاهز؟ كل شيء تمام. تفضل دكتور عبد. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب يا رب توفيقك يا رب توفيقك يا رب. أعطيني الشرط. يا كريم تقدم يا زعيم، تقدم يا زعيم. ايش ده؟ المكان خالي، فجرت المكان يا زعيم. صابر صابر دكتور، صابر دكتور. دكتور التفت إلي أيها الأبلة. أنت فينك يا زعيم؟ صادوني شكلهم يا زعيم. أنت اللي فينك، أنا ما أشوفك يا أخي. في الفيلم مكتوب لازم نكون جنبهم. فين رحت أنت؟ يا الله بس يضرب. أنا إيش اللي خلاني أطلع هذا معي في هذه المهمة؟ مهمة؟ المهمة؟ المهمة هي ذلك الشيء اللي إذا تبغى تسويه تقوم بتسويته، صح يا زعيم؟ عذبتني معاك، أنا ما أدري إيش أسوي لك. إيش تسوي لي؟ بسرعة، ترى ما عندنا وقت. يلا خلينا نبدأ المهمة. نبدأ المهمة؟ أول شيء لازم نخلي المكان، عشان لو في أحد هنا ولا هنا مسدسك. لا أشياء أنا طاحت. يا زعيم والله أنت ما تعرف تدس أغراضك. هذا حقي. دقيق دقيق، أنت بعد أمسك السكة. لا تطخ. ها طيب لا تطخ. هذه عشان نقيدهم. يا اخي ما عاد بقي عندي كثير. شوف انا اول ما اربطهم ايوه على طول انت تبدا في المهمه، صح زي ما علمتني ولا لا؟ صح. وبعدين يا زعيم بقول لك كلام وحطه في راسك. انا والله العظيم طفشت من هذه الاشياء صراحه. ربنا انت السبب في اللي أنا فيه، سرقات، جريات، هبقات، من بقالة لبقالة، من دكان لدكان، من سوبر لسوبر. يا أخي طفشت والله طفشت. تذكر يوم طبينا غرفة فارس وأخذنا الغريبة؟ أيوه. تذكر مين طبقنا؟ مين؟ مجدي. الفقي راح علم مين؟ علم مقداد يوم لمخك. والله يده ثقيلة. والله يد ثقيله مقداد. يعني انت اللي انضربت لحالك صح؟ يعني انا ما انضربت. انت انضربت؟ قسم بدون حلف انه رفس فيه يا شيخ. لين تبي تعرف عمارتهم كم درج؟ كم؟ 12. اوف 12 ما في الا شويه لين تحت. يا حبيبي
انت وين وانا وين؟ عندنا مهمة ولازم نخلصها بسرعة. يا اخي انا لازم اقول لك الصدق، انا طفشت يا اخي. انت كل شوية روح عندنا مهمة وروح تعال معانا مهمة وروح وانت بس جالس. يا اخي انا طفشت. انا انسان عندي مبادئ، انا عندي، انا انسان محترف، انا انسان لازم اخطط قبل ما انفذ. محترف وتخطط قبل ما تنفذ؟ يا ده انا اللي علمتك، انا اللي علمتك وفهمتك وشلتك من الشوارع، كنت مربى مربى مرمي مثلك مثل ال ايش هو هذاك اللي مربوط هناك. طيب عرفت. شوف يا شيخ، انت الان فجرت المكان. فجرته وهذول مطروحين. ايوه مطروحين. ايش رايك نربطهم؟ ايوه لازم. هذا كيف لازم نربطهم. يا اخي هذا خلاص صارت ريحه حريقه مسكين. اوه شكل القنبله كلها جت عنده. والله هذا اللي ريحته هاشتاق. لا 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 ارفع نفسك، انت ميت بالجد. اقول لك ايه، تعال يا رئيس، رئيس شيل 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 يا اخي مسدساتك، انتبه لها يا اخي لا تطرطع فيك. شيل يلا شيل هذا، تعال تعال تعال، ودي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا. لازم نربطهم، لازم نربطهم. جيب هذا. بسم الله بسم الله يا اخي، اعوذ بالله يا اخي، ما يعرف يموت ذولا. ايش بو هذا؟ قم قم قم. ود 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 الكرسي، ود الكرسي. يا زعيم لا حول. وبعدين الحين كيف ربطهم؟ انا ما ادري. حلو حلو، انت ميت. حلو ساعدني. جلست على المسدس. لف لحظه، خل هذا خل هذا لا يطيح. تعال لف. موش ما شاء الله والله متعاون. يلا ودي هناك، ود ود ود. ايوه بس 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 كذا، بس كذا. يلا نجيب هذا. شيل 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 شيل. يا اخي ريحه المغذيات فيك ايش هذا؟ بسم الله. هذا ما انفجر. ها صح. خل 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 خل، زي ما قلت يا زعيم، زي ما قلت لازم الحين، الحين لازم. ايش؟ ايوه لازم. ايش تسوي انت؟ انت ايش قلت لي؟ انا قلت لك ربطهم. ربطهم. ايوه حلو، ربطهم. تمام تمام، خليه تمام، خليه عليه من جهه. يلا ربط من هنا، خليه. يلا ابدا ربط. والله شايفك تتعامل كانك زعيم. ابدا ربط فترة هذه، ابدا ربط. وين الزعيم؟ مد 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 الحبل، مد الحبل، لا يبقى الحبل عندك. ايوه ايوه كثر كثر. حلو يلا خلينا نربطهم. يا الله لا ذا الحين اطيح. والله كنت خايف اطيح يا زعيم. أيوه. كنت خايف اطيح. ايوه كنت خايف اطيح. كنت فين بقيه الحبل؟ يلا يلا جيت 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 جيت. حلو خلي هذا عنده. حركة واحدة اقتلكم. هذا اللي تحرك اول خلي عنده كثير. انتوا اصلا ميتين. حلو ياي. حلو يا كابتن. ها فكني، انت ربطتني معاهم. كيف اقول فكني؟ انا الزعيم. اقول لك رسالتك انت انت الزعيم. طفشتني بزعامتك هذه. يوه اقول لك، تبغى تكون زعيم تعامل معايا تمام، والله والله خليك تعفن معاهم. يا تعال فكني، ورانا مهمه. انت فيش وانا فيش؟ اعتذر. ايش ما سمعت؟ قول والله ما سمعت. ما تقدر ما تقدر تحلف اللي قلتها بصوت مرتفع. اعتذر. اخ ليش اللي خلاني اجيب هذا هذا الغبي؟ انا 46، لا 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 هذا مقاس رجلي، 15 سنة وانا رئيس عصابة، ما في احد طلف عيني ولا قدر يرفع صوته علي، وهذا الغبي يجي يربطني؟ يوه تعال ورانا مسرحية، ورانا مهمة. قاعد تقول غبي صح؟ ايوه. ما قال لك ما سمعتك صح؟ صح. شوف هذه المرة بفكك،
بس ابغاك تقول اسف. الله يرحم والديك، بس قول اسف هذه المره. الله يرحم والديك، بالله 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 تكفى. انا شغل يا اخي، قول ولا خلاص. يلا مع السلامه. تعال 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 يا هو، فكني يا هو، ما بين اعتذارات. طب قول اسف، انا ما ادري. يلا 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 فكني. هاي قول انا اسف. يلا والله ما هي حلوه لكن حفكك. قول 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 اسف يا عمو حرامي. ها شكلك ما تبغى، لكن بفكك، وهذه المره مو عشانك، عشان هذا لا يطلع. خلاص ترى مره 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 انعدم، شكله ميت من قبل ما نجي. روح فك فك. يلا طلع يا زعيم، يلا طلع يا زعيم، يلا طلع. وانت انت بتقول ايش ردود؟ ليش ردود؟ ليش ردود؟ ليش ردود يا رب ما يقوم؟ تربطني انا؟ ها؟ تربطني انا؟ ها؟ تربطني انا؟ انا اللي علمتك، اقول لك اكثر من مره، انا اللي علمتك وانا اللي فهمتك. ها؟ غطي لي وشك، اصلا انت دائما كذا. ماني سامع. ها؟ مانك سامع؟ شوف شوف يا زعيم. ايوه. انا تعلمت منك الاشياء كثيرة، وصراحة كنت بحب مقلبك عشان اكمل المهمة. يلا أنا... يلا بسرعة. طيب جيب المعدات، خلينا نبدا. يلا يلا. يلا المايك حنب يا زعيم. ايوه. الله امرك لله يا زعيم. يلا يلا بسرعه. يلا يلا يا زعيم. اه دحين اطلع لك العده. ايوه ونبدا ننفذ. ونبدا ننفذ. ايوه يلا بسم الله. فين اللي هذا زعيم؟ ايش بك؟ سرقنا يا زعيم. سرقنا؟ سرقنا يا زعيم. كيف سرقنا واحنا حراميه؟ هاي طفايه حريق. اوه وهذا مثلث حق بنشر. اوف وهذا واير. يوه كيف انسرقنا؟ غبي انت؟ انا مش قلت لك خليك حريص؟ ما قلت لك اني اذكى منك؟ العدة عندك في شنطتك، انا اخذت شنطتك وانت اخذت شنطتي. يا سلام عليك. تعرف ايش اللي عجبني فيك؟ اللي عجبني فيك انك رهيب في 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 السرقة. انا هذا وانا زي ما تعرف عندي شهادات، لكن انت تعجبني في حرصك في الوقت. هذا تعليمك يا زعيم، هذا شغلك يا زعيم. أيوه. مستحيل اني افرط في تعليمك يا زعيم. ايوه يلا نقوم بالمهمه يا زعيم. نقوم بالمهمه. يلا يا زعيم. يلا روح روح جيب العده. تقرب جهه رجله زعيم. ايوه ريحه رجله. صابر مش قلت لك غسل قبل المسرحية؟ ما تفهم. هذا هو هذا الشغل، هذه الأعضاء اللي أنا أبغى أسرقها. معدة وكلية وقلب. صابر وينك يا دكتور؟ المريض 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 الدكتور. أنت مين؟ المريض أنت وجهك يا لا لا مو هذا مو هذا هو قصده هذا مريض. أيوه مريض. مش فاضي يتكلم. ما ادري ايش بو مريض. انتوا مين وايش تبغون؟ يلا 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 يا زعيم. يا زعيم. شكرا للشباب يعطيهم العافيه. الجزء الاول قبل ان تنتهي هذه المسرحيه، ستتابعون الجزء الثاني في موعد اخر لان الوقت انتهى لهذا اليوم. الحقيقه شكرا لهم، يعني عطائهم دفاق من خلال هالمشهد. وقبل تفضلوا معنا، تفضلوا يا شباب تفضلوا على وقفتكم على جلستكم، ممكن تشاركونا يعني يعطيكم العافيه. شكرا لكم. شكرا. ها ذكرت ولا ايش ثاني؟ ايوه خلاص ما له. خلاص يعطيكم العافيه يا شباب. عباس طهور ان شاء الله. وتذكرت زماني معهم، آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكره، لو نسينا الدهر لم ننس هوانا. لا 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 مستبد ذلك
مكانا هو في جنبي ولا أملكه فأعان الله من بالشوق عانى عانى لا 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 Ha ha.